قلت في مباراة تعش بأسماء كبيرة ونجوم في أكبر الأندية العالمية. هذه كرة من جيرمان لاس، عودة لويس نيتو، مسألة الإمكانية، أعتقد يسدد والهدف الأول، هذا اللي نستناه، التسديد والهدف الأول. كيفن ستروتمان يباغت حارس البرتغال أنطونيو ألبرتو بيتو بتسديدة قوية بالرجل اليسرى قوية، والهدف الأول للمنتخب الهولندي. هذه الإعادة سدد بكل قوة كيفن ستروتمان، يشهد الثغرة وفي زاوية صعبة على الحارس البرتغالي بيتو. 1-0 للمنتخب الهولندي، 1-0 من مواليد فيبري 84، أكثر من 30 مباراة إعادة. قلت كان وراء أخطر الكرات لمنتخب البرتغال في هذا الشوط الثاني. كرة تجيب ركنية يرفعها باولو ماشادو، كريستيانو، وجول! كريستيانو رونالدو أخيرا يتحدى الإخفاق الهجومي لرفق منتخب البرتغال منذ انطلاق المباراة، يلقى الثغرة في هدف ممتاز وهدف مستحق لمنتخب البرتغال. كريستيانو رونالدو، إعادة الركنية، التنفيذ من باولو ماشادو، التمهيد من بيبي، والاستلام من كريستيانو في مرات قليلة، يجد الثغرة في مناطق المنتخب الهولندي، يسدد ويغالط الحارس ميتشيل فورد ويمضي هدف التعادل.